أيها الناجون، معكم مكافيلي. خلينا نشوف بتحليل سريع البوية اللي بسببها وصل فريق الألفا إلى العالمية. ضغط هائل وقوي من كل من أبو كرم وريمايند على فريق الشيفت، محتاجين خطوة سريعة وذكية للسيطرة على الفايت. ضربة باللانشر من ريمايند، أبو كرم بالباستر، انسحاب ذكي من أبو كرم، بضربتين من ريمايند باللانشر استبعد لاعب، ومع استمرار الثنائي بطحن المنافسين، ملحمة فايتات من الجهة الأخرى تجعل اللاعبين متمركزين للحظة المناسبة للهجوم. مباشرة طلقة تكمل على اللاعب بالباستر من أبو كرم مع الكوادرا كيلا، هجوم آخر بالباستر حصد البنتا كيلا، وأكيد رح يكمل مع سلاح الـ ACAT بحصوله على الليجندري على حساب بيج باس من فريق الشيفت. ريمايند وأبو كرم على 10 لاعبين حصدوا فيهم على 17 كيل وأيضا 6 كيلات لكل من ريمايند وأبو كرم، بيعطينا أكبر سبب إنهم يكونوا في العالمية. لا تنسى تشجعهم بالعالمية بجانب فريق إنفينيتي VX في نوفمبر، ولا تنسونا في اللايك والشير. سلام.